دي زغليل عمره 21 يوم بدأت تعتمد على نفسها. الأهالي حصية من أكتر من أسبوع. طب زي ما حضراتكم شايفين الزغلول هو اللي بيعتمد على نفسه. دي حاجة حبيت أقولها معلومة كده على الماشي، لكن مش ده موضوعنا. موضوعنا هنتابع الزغليل وهنشوف طريقة جديدة لتأكيل الزغليل لأول مرة بنعملها في القناة. هي صراحة مقتبسة، هقول لك في نهاية الفيديو هي مين اللي عملها، أول حد عملها، وبعد كده حد صديق بعتها لي. بداية اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم وحشتونا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. نبدأ على طول نتابع زغليل الحمام، هنشوف الزغليل اللي كنا مبدلينها أحوالها ايه، اتصلحت ولا ما اتصلحتش، الزغلول الكبير والزغلول الصغير، وبفرز البيض المخصب والبيض الفارغ نطلعه، وهقول لك كمان استخدام البيض الفارغ هنستخدمه في ايه. هو ده موضوع الاساسي بتاع فيديو النهارده، وهي دي الفكره بتاعت فيديو النهارده مع المتابعه بتاعت الزغليل. بسم الله ما شاء الله واكلين كويس تمام، واخدين اللبة، دول اللي فاقسين لسه امبارح ما شاء الله، واخد لبة كويس. جيب التاني كده يا جماعه، ده معاها ثلاثه ما شاء الله. ده انا ما كنتش اخد بالي ان هما ثلاثة ما شاء الله، فاجئت فعلا دلوقتي، انا مش فاكر ان هما كانوا ثلاثة، يبدو ان انا حطيت بيضة ونسيت الثالثة. طيب الثالث ده صغير فعلا، فعلا ده صغير. طيب يا رب نلاقي حاجة نقدر نبدله معاها. طيب هنحطهم دلوقتي ونشوف الباقي، بس خلينا فاكرين ان هنا ثلاثة فيهم واحد ضعيف في المكان ده، لحد ما نشوف هنعمل معاه ايه. المكان ده اللي انا كنت شايل منه كنت ضايف، كان فيه زغلول واحد، الزغلول اللحم ده، وانا حطيت معاه الزغلول الزاجل ده، لكن الزغلول الزاجل ده اصبح دلوقتي مش واكل كويس. الزغلول اللحم هو اللي اخد برضه لسه مش واكل. يبقى هنا عندنا فيه مشكله، القص ده مش مأكل لا الكبير ولا الزغلول الصغير، فعندنا مشكله. يبقى هنا ايه، ده تربيه سايب، يبقى فيه هنا ذكر حمام بيجي يعاكس القص ده، لازم نتابع ونشوف ايه ليه مش عارف ياكل ولاده. في مشكله، يا اما الحمام ده تعبان، القص ابوهم وامهم تعبانين، بس هم ما شاء الله شايفهم كويسين، يبقى فيه ذكر بيجي يعكسهم. هنشوف برضو الموضوع ده، ان ما كانش هنحاول ننقل الزغلول الصغير ده او نحاول ناكله، ده هو الزغلول اللي عايز ياكل اهو ما شاء الله شايفين هو طيب الاله هتاكله كمان قدامنا اهو، بسم الله ما شاء الله. يبقى فيه ذكر بيجي يعكسهم، وهو الحمام استغل وجودي ان الذكر مش بيجي وحاول ياكل زغليله. الزغلول ده اللي كان معاه الزغلول اللي هو الصغير اللي مع الزغلول اللحم اللي اديته لك دلوقتي، ده كان معاه. طيب انا هعمل ايه بقى؟ هقول لك هعمل ايه، هشيل الزغلول اللحم ده لانه هو اكبر، الزغلول الصغير ده ما عادش اخد حقه، هعمل ايه؟ لانه مش اخد حقه، هنسيبه النهارده كده وناخد ده نرجعه مع التاني ده. تقريبا يبقى حجمهم تقارب، يبقوا الزغلولين دول مع بعض. ما تمشيش وتسيب الفيديو لان اللي جاي لسه مهم جدا جدا، الموضوع لسه فرز البيض، وازاي هنعمل ايه بالبيض الفارغ ده، اهم حاجه في موضوع النهارده ده. احنا قلنا البيضه دي بيضه فاست، والبيضه دي احتمال مش هتفقس. لا والله ده نقره، شوف البيضه مكسوره اهي، البيضه مكسوره اهو، خلاص على وشك انها خلاص هتفقس، شايفين اهو مكسوره البيضه اهي. انا باجي عند الميه كده، بفتح الميه وبل البيضه كده، وقت ما الاقيها هتفقس ما بقشرش البيضه ولا حاجه، اساعدها، هي دي اللي انا بعمله والمساعده ليها، بترطب البيضه بتبلها ميه، ما تخافش، ده هيسهل جدا على الزغلول ان هو يفقس. لو طلعت مرتين في اليوم اعملها المرتين لحد ما الزغلول يفقس، وبسرعه ناخدها نوديها تحت الاهالي. هرجعها هنا طبعا لحد ما تفقس، لكن هي اول ما تفقس هشيلها، مش هتنفع مع الزغلول ده لان الزغلول ده كبر، شوف ازاي الزغلول ده بسم الله ما شاء الله بقى اصبح كبير، ده عمره 3 ايام دلوقتي او يمكن 4 ايام، فما في فرق، مش هينفع مع الزغلول الثاني. طيب نرجع للقص ده اللي تحته الثلاث زغليل اللي قلت لك فيهم زغلول صغير لسه فائس النهارده، انا والله ما كنت شايفه، انا ما خدتش بالي من ده، كنتش فاكر ان هم ثلاث بيضات، كنت فاكر ان هم بطين اتنين. هنشوفهم كده مع بعض هنا اهو، زي ما حضرتك شايف الزغلول ده صغير جدا، والاتنين دول كبار شوية، يعني ده هيموت، هيموت لو سيبته تحتها، هسيب لها الزغلول الصغير ده،
ليه هو ده سيب لهم الزغلول الصغير ده بس؟ لان القص ده اخر بيض فقس عندي، فهو اللي هيعطي اللبه احسن حاجه، فانا عايز ده ياخد اللبه لوحده النهارده بس. اهو حطيت خلاص كده، حطيت الزغلول الصغير واسيبه لما لبكره ياخد اللبه لوحده ويكبر وياخد راحته. اما الاثنين دول فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هاخدهم لقص تاني. هنا مش هينفعهم، لا ده كبير، شوف الفرق، مش هينفعوا هنا. طيب هنشوفهم في حته تانيه. انا جبت الزغلولين اهم في ايدي اللي هم على الارض دول، وهنشوف اللي احنا شفناه امبارح ده كان تحته بيضه، اللي قلت لك احتمال مش هتفقس، فعلا البيضه فسدت، هناخدها نرميها خلاص دي. هنشوف بقى الزغلولين اللي تحتها بيضرب يا جماعه، بيضرب، حطهم، هنحطهم جنب الزغاليل دي. طيب بقى ايه دلوقتي؟ الزغلولين اللي طلعناهم من تحتها فيهم واحد كبير وواحد صغير برضو، خد بالك من اللي احنا بنعمله علشان مش هتلاقي حد يقول لك الكلام ده في اي قناه تانية. هناخد الزغلول المتقارب، يبقى هنبعد ده، هنبعد الرابع ده، هناخد الزغلول الرابع ده ونرجع لها التلات زغليل، هيبقى تحتها تلاتة اللي هم قد بعض، مفيش مشكله، المهم يكونوا قد بعضهم اهو. طبعا تاخد بالك وانت داخل لان هيعضك وهيضرب الزغاليل وممكن يموت الزغاليل. خلاص حطينا له التلاتة بسلام، وبرضه هنشوفهم بكرة. طيب ده اصبح معانا واحد اكبر شوية، تعال نشوف هنعمل فيه ايه. احنا بنجيب ده من هنا ونودي ده هنا عشان ايه تفتكرش ان هي حاجة سهلة. القص الزاجل ده مع زغلولين، ما شاء الله كبرهم، هو مأكلهم كويس، بس هنشوف هو اقرب ولا ننقل حاجة من ده. ممكن اخد حاجة من ولاده لو هو اكبر، لو انا عايز اخد الكبير ده ممكن اوديه في مكان تاني، اسيب لها اخد الكبير اللي من ولادها اوديه في مكان تاني، ده انا شايف ان ده الكبير اهو. يبقى سبت لها الاتنين، ارجع تاني نشوف حاجة تانية نودي فيها الزغلول ده. رجعت تاني للزغلولين دول، ما انا بنقل بقى بشوف المناسب. ايوه والله سبحانك يا رب، مناسب جدا واكبر منهم شويه لكن متقارب، يعني مش هيفرق كتير. حطينا لها الزغلول الثالث، بقى اصبح تحتها ثلاث زغاليل، مفيش مشكله، وبرضه هنتابع اهو. بسم الله ما شاء الله هترقد عليهم ومش هتاخد بالها. بقول لك التبديل ده لغايه عمر 10 ايام، الحمام ممكن ما يعرفش الزغاليل، لكن بعد ال 10 ايام في حمام بيضرب الزغاليل ويموتها يعني. ايه المهم بقى في فيديو النهارده او الاضافه اللي ما عملناهاش قبل كده؟ شوف القص ده محضن تحته ثلاث بيضات، هنشوف ونفرز بيضه، هناخد الطاجن منه بحرص وهنفرز البيض بكشاف موبايل، اي موبايل اي كشاف عندك افرز عليه البيض. كل ده عشان هقول لك انا محتاج البيض الفارغ في ايه. كده البيضة دي معرقة، دي طريقة كشف البيض، شوف حضرتك العروق. طيب نفرز التلات بيضات مش بيضة واحدة، ما شاء الله شايف العروق ده، طريقة كشف البيض، بس برضو انا عايز بيضة فارغة. هقول لك اعمل ايه بالبيضة الفارغة. ده التلات بيضات مخصبين اللي هم راقد عليهم القص اللحم بتاعنا. هنا لقيت البيضة دي فارغة، خلاص شايف حضرتك رايقة ازاي، مهم جدا انا عايز البيضة مفيش فيها اي عروق، كده انا عايز بيضة فارغة تماما، هي دي البيضة اللي انا هستخدمها. طب بعد ما نورنا النور، انت عايز تفرز البيض هتفرزه بعد كام يوم؟ افرز البيض بعد 5 ايام وما ترمهوش لو لقيته فارغ بعد 7 ايام، تكون متأكد ان البيض فارغ لو ما لقيتش فيه عروق الدم دي. خلاص يبقى انا فرزت بعد 5 ايام هستخدم بقى البيض الفارغ. واحد هيقول لي انا مش لاقي كان ابدل فيه الزغاليل، هقول له حاجه، يبقى هتاكله مفيش غير التاكيل. انا كنت باكل بالميكس، خلاص الميكس. هقول لك النهارده على طريقه اللي هي باستخدام البيضه الفارغه، احسن من الميكس واحسن من السيريلاك واحسن من الحليب واحسن من البسكويت واحسن من كل الحاجات دي. هي الطريقه دي بصراحه يا جماعه للامانه اللي كان قال عليها اول حد سمعته واتكلم عنها الباشمهندس اسامه حسين، كلنا بنتعلم منه الباشمهندس اسامه حسين. في كمان صديقي بعد كده قال لي عليها، عمل فيديو عنها التاكيل ببيض الفارغ، صديقي ابو عزام من المملكه العربيه السعوديه وهو عنده قناه برضه للحمام. الباشمهندس اسامه حسين عملها ازاي وابو عزام برضه عملها ازاي، للامانه
ان هي الفكره مش فكرتي. لكن هو زمان كانوا في الفلاحين عندنا كانوا بيجيبوا البيض الفارغ يسلقوه لما يجيبوا كتاكيت ويفركوه كده للكتاكيت في البدايه، الكتاكيت تاكل منه كتاكيت الفراخ. هو عملها ازاي الباشمهندس اسامه حسين؟ عمل كده ابو عزام صديقي، حطها في كوبايه وسحبها، دي تنفع ودي تنفع، الطريقه دي تنفع والطريقه دي تنفع. لو عايز تفضيها في كوبايه يكون اسهل، انا معايا الكوبايه طبعا هفضي، بس انا بوري لك الباشمهندس اسامه حسين عملها ازاي. سحب كده وقال لك ايه، طبعا فيها الصفاره اهو عشان تتاكد ان هي بيضه طازه، يعني ما بقالهاش كتير، ما تجيبش بيضه معرقه وتجيب بيضه فاسده عشان ما تضرش الزغليل. حط، قال لك هتحط عليها 2 سنتي ميه وربع سنتي خل تفاح. طيب انا هفضيها برضو في الكوبايه علشان دي طريقه اخونا ابو عزام، برضو هنعمل بطريقتنا. فيها فضناها، نزل الصفار والبياض خلاص فضناها اهوت. ومعانا برضو خل، انا معايا خل عادي النهارده ما عنديش خل التفاح، ممكن تحط برضو عادي خل عادي مفيش مشكله. ربع سنتي ليه يا جماعه خل التفاح او الخل؟ ليه الخل؟ عشان لو البيضه فيها بكتيريا، انت طبعا كنت محضن البيضه، لو البيضه فيها بكتيريا ما يجيبش الامراض للزغلول، ده هتنقذ بهم اي زغلول، فبعد كده ما ترميش البيض خالص. اهو شوف لما قلبناهم اصبحهم بالشكل ده، ومعانا اهو الزغلول، هناتي الزغلول مباشره. طبعا انا جبت زغلول كبير شويه علشان يظهر في التصوير، يبان في التصوير، زي ما قلت لك كان زمان بيستخدموها مع الكتاكيت، بس كانوا بيسلقوا البيضه. لما نسيت الباشمهندس اسامه حسين قال لك اغلي ميه ونزلها فيها نص دقيقه قبل ما تعملها البيضه، هتغلي الميه وتسقطها في الميه نص دقيقه وتطلعها على طول نص دقيقه بس، وبعد كده تعملها كده علشان برضو تموت البكتيريا. لكن احنا حطينا خل التفاح، بس انا اقول لك للامانه بنتعلم من الباشمهندس اسامه حسين، وبنشكر برضو صديقنا ابو عزام اللي هو دلنا على الطريقه دي. كده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.